انت ما تزهقش من القعده دي يا راجل انت؟ انا قاعد مستنيك. ايه عايز مني ايه؟ عايزك تكتب لي جواب. جواب ايه دلوقتي بس؟ قوم معايا. على فين يا ولدي؟ نعمل اي حاجه، نتفرج على البلد، نمشي في الشوارع، نشوف الناس، نقعد على قهوه، نشتري حاجه. قوم معايا. لا يا ولدي، انا ما اقدرش اسيب مطرحي، اذ ربما عين من العيون تلمحني. عين ايه بس اللي هتلمحك؟ انت فاكر نفسك مين؟ جيمس بوند؟ قوم يلا فز. الامر لله يا ولدي. يلا حصل. يا بدوي. ايوه يا بكر. انا واصل مشوار مع الاستاذ هاني وراجع لك على طول. جيبت هنا ليه يا ولدي؟ زحمه وزيطه ليهم وحشه برضه يا عم بكر. صومين السفر وحشني. هانت اجازه نص السنه بقت قريبه. ما نرجع بقى يا ولدي. تعالى بس ما تبقاش جبان. انت بينك وبين الصعيد ولا مليون كيلو. بقول لك ايه؟ ها؟ تعالى نقعد على القهوه دي نشرب حاجه. ما بلاش يا ولدي. بلاش. تعالى بطل. بلاش يا ولدي. ايوه كبير. عايزين اتنين شاي. حاضر. بس حبر. عينيا. حبر. عينيا. اسمع. هات لنا كوتشينا. حاضر. تلعب كوتشينا؟ نلعب. بس نلعب ايه؟ مالكش دعوه، هات لنا كوتشينا. احنا هنلعب على المشاريب. لو انت اتغلبت تدفعها. ولو انا غلبتك برضه تدفعها. سلامات يا بكري. يو بكري مش عارفنا ليه؟ انا محمدين. مين يا ولد العم؟ ليش بكري واصل؟ ما تاخذنيش يا ابن العم، اصلي واحد شبك الخالق الناطق، بس هو هجرنا بقاله سنين طويله. يخلف من الشبه 40، محسوبك ابو الفضل من دشني، تلزم خدمه؟ كتر خيرك. ايه لو سمعت كلامي، لكن العيب مش عليك، العيب علي. كان لازم اتعلم من سنين الغربه اكتر من الجيه. بكري يلا بكري عشان تعشى. بكري واول محمدين ما حيوصل حيتلم عليه اهل البلد كلاته. سلامات وحمد الله على السلامة ونورت دارك. وطبعا محمدين لازم يحكي، وأول ما حيقول إن لمحت واحد شبه بكري في السلوم. طب وفيها إيه دي؟ فيها إن الخبر حيوصل هريدي في المطرح اللي هو فيه، وهريدي حيطير طيران على هنا. معقولة صدقوا كلام محمدين؟ ثم إن الراجل ما تحققش منك كويس. يبقى هريدي يتحقق بنفسه. يا ولدي هريدي بيتعذب زي تمام ويمكن اكتر، وبرضه عاوز يخلص. يبقى مفيش قدامي غير طريقة واحدة. ايه هي؟ اقتل هريدي. انت مجنون؟ تقتل تاني؟ مش كفايه قتلت مره قبل كده؟ وعلشان عشت احلى سنين عمرك طريد من بلد لبلد. انا عشت طريد عشان لا عايز اقتل ولا اتقتل. كان نفسي ارجع لاهلي وداري وعيالي، لكن الظاهر مفيش نصيب. ان شاء الله هيبقى في نصيب. بس انت ما تشغلش بالك يا بكري،